عشرة أعوام على بدء بناء سد النهضة في إثيوبيا، بناء أكمل منه 79% حتى الآن. واحتفاء بالذكرى، وزارة الري بأديس أبابا تعلن أن موعد الملء الثاني للسد ما زال قائما. سيكون ذلك في موسم الأمطار الممتد من شهر يونيو لغاية سبتمبر. أما وزير الخارجية فأعلن أن استكمال مشروع السد مسألة ضمان لسيادة البلاد. تأكيدات أديس أبابا تثير مزيدا من الغضب في الخرطوم والقاهرة. السودان يعد الخطوة تهديدا مباشرا لأمنه القومي، بينما سبق وحذر وزير الخارجية المصري من ملء السد كونه سيؤدي إلى تداعيات خطيرة. بالتزامن مع ذلك، عملت الدبلوماسية المصرية على تحشيد موقف دولي لدعم تصوراتها عن سياسات المياه العالمية. 155 دولة توقع على بيان تبنته بعثة مصر في الأمم المتحدة. البيان لم يشر إلى أزمة سد النهضة مباشرة، إلا أنه يدور حولها، خصوصا فيما يتعلق بحتمية التعاون العابر للحدود بشأن المجاري المائية، باعتبار أن المياه مسألة حياة وقضية وجود، تقول وزارة الخارجية المصرية. ورغم الحراك الدولي والمساعي الإفريقية الأوروبية لمعالجة الأزمة، لا يبدو أن الدولتين مصر والسودان تمتلكان كثيرا من الخيارات في ظل إصرار إثيوبيا على مواصلة ما بدأته منذ 10 أعوام بعيدا عن أي اتفاقات. ومعنا من الخرطوم مراسلنا شيبة الحمد عبد الرحمن. يعني شيبة الحمد، الموقف المصري سمعناه، الموقف السوداني عادة ما يكون يعني دبلوماسيا كثيرا ربما أكثر من اللازم، لماذا هذا الموقف؟ هل أولا الخرطوم لا تزال عليه، وهل بسبب أنها لا تملك عمليا أي أوراق لتضغط بها؟ نعم، هذا يأتي في سياق التغليب لمبدأ الحوار للوصول لحل وتفاهمات حول ملف سد النهضة، ولكن بالمقابل يبدو أن إثيوبيا بحسب المراقبين لا تريد القبول بمقترح السودان الأخير، والذي يأتي أيضا في إطار مواصلة الحوار عبر إيجاد آلية لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الثلاثة في محاولة للوصول لاتفاق ملزم ومرض للأطراف في سد النهضة. إثيوبيا لا تريد هذا الأمر. الخرطوم ربما بدأت تتهيأ قبل فترة لعملية الملء الثاني بعدما أعلنت إثيوبيا ذلك، تتحسب حتى لا تحدث أضرار ربما تكون غير متوقعة مثل ما كان ذلك في العام الماضي، حيث انخفض مستوى نهر النيل في الخرطوم وفي عدد من المدن السودانية الرئيسية التي يجري عبرها النيل، وبالتالي كانت هنالك مشاكل في توفير مياه الشرب. بالمقابل تستطيع الخرطوم أيضا أن تذهب إلى الجهات القانونية الدولية لتقدم شكوى أيضا في إثيوبيا، وهي تعتبر وفقا لتصريح المهندس مصطفى حسين رئيس الفريق الفني المفاوض في سد النهضة أن ما تقوم به إثيوبيا الآن من إصرار حول عملية الملء الثاني مخالف للقانون الدولي ويتنافى مع اتفاق إعلان المبادئ ما بين الدول الثلاثة الموقع في العام 2015، والذي ينص على عدم الإضرار بمصالح أي طرف من الأطراف الثلاثة، مع التأكيد على حق إثيوبيا في أن تنتفع بمياه النيل. شكرا جزيلا لك من الخرطوم، مراسلنا شيبة الحمد عبد الرحمن.